مرحبا. إذا أولادكم بيلاقوا صعوبة إنه يميزوا بالإملاء أي متى يكتبوا التاء طويلة وأي متى يكتبوا التاء مربوطة، هيدا النشاط هدفه يقدم طريقة تسهل عليهم عملية حفظ هيدي القاعدة الإملائية. هي لعبة صغيرة من خلالها قادر الولد هو يكتشف القاعدة. هيدا الشي بيساعده يعرف كيف يفكر ليكتب التاء مزبوط بالإملاء. رح نكون بحاجة لصحنين صغار، قلم تلوين، قلم رصاص، ورق ومقص. بالصحنين الصغار يلي قدامنا رح نحط الأحرف المطلوبة، كل حرف بصحن. هون صحن التاء طويلة وهون صحن التاء مربوطة. على جنب منكون محضرين لائحة فيها كلمات بتاء طويلة وبتاء مربوطة. هيدي اللائحة فينا نقصقصها لبطاقات صغار على هيدا الشكل. هول البطاقات بدنا نقسمهم، كل كلمة بتخلص بتاء مربوطة منحطها بصحن التاء المربوطة، وكل كلمة بتخلص بتاء طويلة منحطها بصحن التاء طويلة ليخلصوا كل الكلمات. بهيدي المرحلة رح ناخد كل صحن لحاله لنعرب الكلمات اللي موجودين جواته لنقدر نكتشف القاعدة الإملائية. مثلاً منحط الكلمات هيك قدام الولد ومنجرب بأسئلة مباشرة نخليه يكتشف شو القاسم المشترك بين هيدي المجموعة وهيدي المجموعة. رح يوصل لمحل يكتشف إنه فراشة وطاولة هن اسم مؤنث مفرد، وصغيرة وجميلة هن صفة مؤنث مفرد. من هون نطلع بقاعدة للولد نكتبها قدامه بطريقة كتير واضحة ومنحط له الأمثال قدامه مع القاعدة. لما بيكون في عندي اسم مفرد مؤنث نكتب تاء مربوطة مثل طاولة وفراشة، ولما بيكون في عندي صفة مؤنث مفرد مثل جميلة وصغيرة كمان التاء بتنكتب مربوطة. نفس الطريقة ونفس الأسئلة فينا نستخدمهم كمان مع التاء الطويلة. لنوصل آخر شيء نستخلص هيدي القاعدة، إنه لما بيكون في عندي فعل مثل لعبت وشربت التاء بتنكتب طويلة. لما بيكون في عندي اسم من 3 أحرف والحرف الوسطاني ساكن مثل زيت وبيت التاء بتنكتب طويلة. لما بيكون في عندي جمع مؤنث سالم مثل نحلات سيارات كمان التاء بتنكتب طويلة. لما بيسبق التاء صوت طويل مثل أو أو إي مثل كبريت أو بيروت التاء كمان بتنكتب طويلة. وهيدي القاعدة الإملائية اللي استخلصناها اليوم أكيد فينا نخليها قدام الولد لأطول فترة ممكنة أو نعلق له إياها بقوته ليضل قادر يشوفها ويقدر يحفظها ويخزنها بطريقة أسرع. وهيك الولد بيكون صار جاهز يطبق هيدي القاعدة مزبوط بالإملاء.